السلام عليكم حبابكم، معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم 4 ديال الأشكال ديال الحلويات من نفس العجين. حلويات بسيطة جدا وسهلة التحضير، والمذاق رائع جدا، وكذلك تخرجوا كمية وفيرة. نتمنى أن هذه الوصفة تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. فعلى بركة الله نبداو في القصرية ديالنا أو في العجانة حسب اللي متوفر عندنا. عندي 250 غرام ديال الزبدة اللينة، أنا هنا مستعملة 200 غرام ديال الزبدة ديال العبار أو الزبدة ديال الماكلة، مع 50 غرام ديال المارغرين لأنه ما كانش عندي الكفاية. يمكن لكم تستعملوا غير وحدة فيهم، إما ديال العبار إما زبدة المارغرين، حتى الزبدة ديال الدهن ديك العادية اللي كنستعملوها في الخبز حتى هي يمكن لكم تستعملوها، يعني الزبدة النباتية. فعندي 250 غرام اللي وضعتها في هكا فران سخون شويه باش تولي لي طريه ولينه وتخدم معايا بسهوله. كنزيد عليها جوج كيسان ديال السكر كلاصي للاشاره، سكر كلاصي او سكر ناعم، ما كتجيش هاد الحلوه حلوه بزاف لانني غادي نزينها باشياء حلوه. اذا كنتو غادي تخليوها عاديه ضروري تزيدوا واحد نص كاس ديال السكر كلاصي. كنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الفاني بودرة، انا عندي الفاني بودرة، ندير معلقه صغيره وربع ملعقه صغيره من الملح. يمكن لكم تستعملوا واحد الساشي ديال الفاني. وكنخدم هاد المكونات مع بعضياتهم جيدا حتى كندخل الزبده مع السكر جيدا. فنرجع نذكركم المقادير ديما مضبوطه بالجرام وبالكاس، تلقاوها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. فمن بعد ما خدمت الزبده مع السكر جيدا كنضيف جوج كيسان ديال الزيت. فغادي يجيو عرفت غادي يجوني بعض التعاليق انه الزيت كثيره، ولكن جربوها يعني بهذه المقادير كتجي رائعه. كندخل مزيان كذلك ديك الزيت مع الزبده والسكر، وكنزيد ثلاثه ديال البيضات. ثلاثه ديال البيضات يكونوا من حجم متوسط او جوج يكونوا كبار. كنكمل وكنخدم الكل مزيان، ومن بعد كنبدا نضيف واحد الطاشي ديال الخميره ديال الحلويات، ما يعادل ملعقه صغيره من البيكنج باودر والدقيق حسب الخليط. انا عبرت لكم بالضبط شحال استعملت، فانا هنايا ضفت 800 غرام كامله ديال الدقيق بالضبط. ومن بعد يعني مني شفت انا هاد الدقيق ما قدنيش ضفت 200 غرام اخرى، اذا كيلو غرام كامل ديال الدقيق اللي دخلت في هاد العجينه. للاشاره انا استعملت دقيق خاص بالحلويات، يعني وكيبقى الكميه ديال الدقيق ديما كتبقى حسب الخليط ديالكم. فمن بعد ما جمعت العجينه ديالتي كتكون هذا هو الشكل ديالها، عجينه طريه. كنبدا نقسمها على اربعه ديال الاقسام، يعني كل كره ديال العجين غادي ننكها بنكهه مختلفه عن الاخرى. فغادي ناخذ اول كره ديال العجينه، غادي ندير تقريبا 50 غرام ديال اللوز مهرمش، لوز خضر ما ضبطليه يعني ما حمرتوش، مهرمش غليظ كيف كتلاحظوا. يمكن لكم ديروا كاوكاو او اي مكسرات عندكم، وملعقه كبيره ديال الزنجبيل يكون محمر، وواحد تقريبا راس معلقه ديال القرفه اذا كنتو كتبغيو المذاق ديالها، ولكن هي كتجي زوينه بزاف هذه الحلوه. وكنخدم العجينه مزيان حتى كتدخل فيها دوك المكونات. والان غادي ناخذ كره اخرى وغادي نضيف عليها الكاكاو المر. فتقريبا ضفت عليها ثلاثه المعالق ديال الكاكاو، نتوما كتضيفوا حتى كتحصلوا على اللون اللي كيناسبكم. وغادي ناخذ كره اخرى ديال العجين، غادي نضيف لها واحد الملعقه ديال قشور ديال الليمون محكوكين، الليمون الحامض. وكذلك غادي نضيف واحد شويه ديال النكهه ديال الليمون الحامض يعني الاصطناعيه، غير باش تعطيني اللون وباش تقوي لي النكهه. صافي كنخلط العجينه مزيان، وواحد العجينه غادي نخليها بالنكهه ديال الفاني. فكنمر مباشره باش نشكل الحلوه ديالي. فوضعت ديك العجينه اللي بالنكهه ديال الليمون الحامض غادي نبدا بها، وضعتها في لابوش ادوي لانها كتكون زبده مازال رطبه ومازال ما تبرد باش تخرج لي بسهوله من لابوش. وضعت هكا الصينيه اللي وضعت فيها الورق ديال الطهي، شكلت عليه هكا يعني بالاستعانه ديال واحد الغلاقه مع واحد مع ستيلو، ودرت هكا دوائر باش نعبر عليهم باش تجيني الحلوه مقاده. كنشكل بحال هكا هاد الشكل اللي كتلاحظوا معايا في الفيديو. نحاولوا ما نكبروش الحلوه لانها مازال غادي تنتفخ في الفرن. فدرت الشكل اللي غادي يكون متقوب هكا في الوسط، ودابا كندير الشكل اللي غادي نلصقوا معها، يعني اللي كيكون هكا دائري وعامر.
فمن بعد ما ساليت من العجينه ديال النكهه ديال الحامض، كندوز للعجينه اللي باللوز والقرفه والزنجانه والسمسم، وكنبدا نشكل كويرات صغيره بهذا الحجم اللي كتشاهدوا. فانا هاد الحلوه او هاد العجينه غادي نطبعها بطابع ديال البلاستيك، يمكن لكم تطبعوها باي طابع موجود عندكم. انا غادي نستعمل هاد الطابع ديال البلاستيك، راه تقريبا موجود في كل بيت يعني معروف بزاف. وكنبدا نوضعه في شويه ديال الدقيق ونرجع نطبع به الحلوه ديالي بهذا الشكل اللي كتلاحظوا، وكنستعمل حتى نكمل العجين. يمكن لكم اذا بغيتوا تفندوها بالسنيده او السكر الخشن وتطبعوها. انا غادي لانني بغيت نفندها من بعد بسكر كلاصي، ما غاديش نفندها بسنيده. فكنستمر من بعد ما كملت هذا العجين ديال اللوز والجنجلان، كنشكل العجين ديال الكاكاو على شكل كويرات كامل. هذا غادي ندير شكل سامبل ديال كويرات صغيره. والان غادي نمر باش نشكل اخر شكل او اخر عجينه اللي هي بالنكهه ديال الفاني. فغادي نطلق العجينه ديالتي كيف كتلاحظوا وسط البلاستيكه، غادي نطلقها شويه، ما كنطلقوهاش بحال اللي غادي نديرو صابلي. كنخليوها شويه غليظه وكنقطعوها باي قطعه من الاختيار ديالنا. انا اختاريت هذا الشكل المربع. من بعد ما كنقطعها كنستفها كذلك في الصينيه اللي غادي تدخل للفران. فبطبيعه الحال انا كنخدم وكنطيب في نفس الوقت، كذلك تنتوما يعني بطبيعه الحال غادي ديروا هكا. وكنكمل حتى نوجد العجينه ديالي او حتى كنوجد الحلوه ديالي كامله، ونتلاقاو باش نكملوا في عمليه التزيين. فالحلوه هي موجوده من بعد ما طيبتها كامله، هذه هي الكميه كامله اللي خرجت ليا. وضعتها في هاد الغربال او هاد كيف ما نقولوا بصيه باش تبرد وما تطلقش الماء، فكتخرج كميه كثيره كيف ما قلت لكم. ودابا غنبداو في المكونات ديال التزيين. فكيف كتشاهدوا هنا عندي هنايا الفيرميسال ديال الشوكولا الاسود، وعندي كذلك الكوك باش غادي نزين داك الشكل المربع او اللي على شكل صابلي. وعندي كذلك ناباج اللي ذوبته مع شويه ديال النكهه ديال الليمون الحامض اللي شفتوها من قبل باش تعطيني اللون، كذلك تعطيني النكهه اللي غادي نعمر بها اللي بالنكهه ديال الحامض بطبيعه الحال. عندي شويه ديال الناباج غادي نحتاجو كذلك في التلصاق. عندي سكر كلاصي غادي نفند فيه ايضا ديك الحلوه ديال اللوز. وعندي شوكولاته اللي ذوبتها وطلقتها مزيان مع شويه ديال الزيت. وغادي نحتاج كذلك الكوفرات ديال الشوكولا محكوك في الحكاكه ديال الخضر الجهه الغليظه او الويفر كيف ما كيسميوه في الدول العربيه. انا هنا استعملت تونيك او بيمون معروف عندنا في المغرب. فكنبداو بالتزيين ديال الحامض بالصابلي ديال الحامض او الحلوه ديال الحامض باش ما يجمدليش داك الناباج قبل ما نزين به. وكنلصق كل حبه مع اختها بالناباج بهذا الشكل هذا. اما الحلوه اللي بالكاكاو كنبدا نغطس كل حبه بهذا الشكل في داك الشوكولات اللي كيف ما قلت لكم طلقته مزيان بالزيت حتى ولا لي جاري بهذا الشكل هذا. اذا كان الجو سخون او يعني كان صيف من الاحسن ما تزيدوش كميه كثيره ديال الزيت. فانا طلقتها مزيان بهذا الشكل. ومن بعد كنبدا نفندها في داك الكوفرات او داك التونيك المحكوك في الحكاكه الغليظه كيف ما قلت لكم من قبل، وكنتابع دائما بنفس الطريقه حتى نكمل التزيين ديال هذه الحلوه. الان غادي نزين اخر شكل اللي هو على شكل مربع. غادي ندهن كل حبه بالنباج او بالمربع والعسل اللي موجود عندكم استعملوه. وكنلصق في النص ديالها الفيرميسال ديال الشوكولا وفي النص الكوك او جوز الهند المبشور، وكنستمر بنفس الشكل حتى نكمل الكميه اللي عندي. كذلك ديك دوك الحبات اللي صيبناهم باللوز وبالقرفه والجنجلان غادي نفندهم في سكر كلاصي، وكتكون الحلوه ديالي جاهزه باش نقدمها. فغادي نستمر وغادي نتابع كيف ما قلت لكم حتى نكمل التزيين، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي.
والشكل النهائي ديال الحليوات ديالنا لليوم هذا هو. من بعد ما زينت الكل كتجي غزاله بزاف، يعني اشكال بساط وفي نفس الوقت لذاذ وسهلين كذلك في التحضير. وكيف ما قلت لكم كتكون كتخرج لنا كميه وفيره وكميه كثيره، وكذلك المذاق راه رائع جدا. يعني نتمنى انكم تجربوها ونتمنى انها تعجبكم. اذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش كيف العاده ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه ديالي باش دائما يوصلكم الجديد. كذلك ما تنساوش انكم تخليو تعليقكم الجميله اللي كتشجعني انني نعطي المزيد والمزيد. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.